السلام عليكم، كيفكم؟ شو الاخبار؟ معكم ايمن تيوبر. نعم تيوبر. وماشا البيضاء. نعم هوجي واجي. وهاجي واجي اليوم يا جماعه معانا هاجي واجي الطيب. نعم. اجانا ضيف. نعم. وافطر معانا برمضان. نعم. وبيصوم كمان، والاكل كان لذيذ، بس مشكلته انه اكل كل الاكل اللي بالبيت يا جماعه. لقد كنت جائع. يا جماعه اكل كل الثلاجه. طيب يا جماعه، اليوم راح نتصل على الرجل العجوز اللي بفنانيس رمضان. المرة الماضية حكينا مع السمين المحبوب. نعم. والمرة هاي راح نحكي مع الرجل العجوز. نعم. وطبعا اللي جاب رقمه رحمة. رحمة جابت رقمه من الدارك ويب. نعم. ويلا يا رحمة خلينا نشوف الرجل العجوز. بسم الله. بس ان شاء الله ما يطلع شرير. نعم. يا رب ما يطلع شرير. بس هاي شايفين؟ يا رب يرد. نعم. اعملوا لايكات كثير للفيديو واكتبوا في التعليقات تم. الو. اهلا رحمه اللي جابت رقمك. والله رحمه جابت. انا ما لي دخل. اسمع رحمه اللي جابت رقمك، انا ما لي دخل. لا منها رحمه. انت شرير ولا طيب؟ نعم. أنا الرجل العجوز الشرير. يا إلهي رحمة. الله غريب. ورطينا. أيمن أنا ما أدري. كيف تجيبي رقم أشرار؟ شو محرفني؟ هاجي واجي. من ماذا أنا؟ لن أؤذيكم أبدا. واو. أنت شرير ورح تؤذينا؟ أوف بحكي ما راح أؤذيكم لأنه بشهر رمضان شهر الخير. الحمد لله. شكرا شكرا. ماذا تفعل؟ اسمعوا جميعا. نعم. لقد تركت لكم هدية بسيطة. واو وين؟ وضعتها أسفل. إيه؟ أكيد بالكراج. نعم. ليش كل ما نتصل مع حدا زي هيك بصير يجي؟ أنتوا شو قصتكم بضل تجيبون هدايا؟ نعم. أنت لا تعلم أننا في شهر رمضان الفضيل. واو. هدايا. شكرا. مع انك شرير بس والله انك كيوت. طيب يلا بدي اروح استلم الهدية. نعم هي. احذر ان تفتحها رحمة. ليش؟ انت يا ايمن. بس انا افتحها؟ نعم. طيب يلا ماشي ماشي ماشي. يلا بدنا نروح نستلم الهدية وبرجع لك. هيا. انا حذرتك ان تفتحها انت. ماشي ماشي. سلام. هلا هلا. شوفي. شكل حقد علي ايمن. حقد لك لانك جبتي رقمه. لدي احساس ان امر. هاجي واجي انت رائع جدا يا جماعه. هذا هاجي واجي الطيب، شايفين شو كيوت وامور. نعم. يلا خلونا نروح على الكراج وابدا استلم هديتي. يلا يلا تعالوا. احنا نزلنا. هينا احنا بالكراج يا جماعه. هيا بنبحث وبدنا نشوف وين الهديه. طلعوا طلعوا يا جماعه. طلعوا طلعوا يا جماعة. طلعوا طلعوا يا جماعة. شايفين لحيته بيضة هذا الرجل العجوز يا رحمة. معقول يا أيمن؟ هيو 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 هيو. هو بنفسه جاب لنا الهدية؟ هيو الرجل العجوز. روحي روحي عليه جيب الهدية. هيا هيا يا رحمة. تفضلي هذا الصندوق. شكرا لك. العفو. أيمن. يا. بس ما لازم أنا أفتحه لأنه حكى إنه. صح قال ما لازم حدا يفتحه غير أيمن. أيمن. أعطيني إياه. عطيني احساس انا شيئا خطير. ما اقول شيء خطير. لا خليه معك. خليني افتحه فوق في البيت. طيب يلا خلونا نطلع على البيت فوق ونفتحه هناك. يلا يلا يا جماعه وصلنا البيت. وهاي هي الهديه اللي من الرجل العجوز. بس حكالي انا ما افتحها. لا تفتحها رحمه، لازم انا اللي افتحها. اوكي اوكي. قبل ما نفتحها الكل يعمل لايك علشان إذا كان فيها إشي شرير يضعف. يلا لايك واكتبوا في التعليقات تم، واكتبوا الله يحميك يا أيمن تيوبر. يلا بسم الله. هاجي واجي هيا نفتحها أنا وياك. واحد اثنين ثلاث. وات 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 وات. ايش فيها ايش فيها ايش فيها. يا الله يا الله. طلعوا ما هذا. طلعوا
واو هذا الرجل العجوز. طلعوا يا جماعة هذا الرجل العجوز، امسكي يا رحمة، خليني أعمل لهم فوكس عليه علشان يشوفوه. هذا هو الرجل العجوز. معقول بتضوي؟ في هون شيء. لا بس بدها بطارية. بنحط لها بطاريات يا جماعة، وممكن إنها تتحرك أو يصير شيء. أنا خايف. بطاريات خاصة. إذا بدكم بدها بطاريات خاصة؟ نعم. إذا بدكم نجيب بطارياتها الخاصة والسرية اكتبوا لنا في التعليقات. موجودة في غرفة. طيب. في ورقة كأنه ما قلت. هي. فيها ورقة يا جماعة وعليها رقم. في رقم، هي طلعوا الورقة. اتصلي على الرقم، بس لا تحكي قدام المتابعين عشان ما حد يتصل على هذا الرقم الشرير. اكتبي الرقم. هات خليني اكتب الرقم. يلا يا جماعة بدنا نتصل على الرقم الغريب اللي لقيناه داخل الصندوق. انا سجلت الرقم. قاعد يتصل. الو، جدك راني. جدك راني، لقد وجدنا رقمك داخل صندوق اعطانا اياه العجوز. الرجل العجوز. الرجل العجوز. لا اعلم، انا وجدت الرقم واتصلت. هل تعرف ماذا تفعلي؟ لماذا تتصل بي؟ هذا امر خطير جدا. كيف امر؟ عرف نفسك للخطر يا ايمن. الله اكبر. لما كنا نعرف انها انت. ما في جنبك صوت؟ في صوت، في حشره تمشي على كذا بالصوت. نعم خطفت شفه، ماذا تريد ان تفعل؟ هنالك حشرات غريبة تمشي على أقدامي. احذر مني. شو قالت؟ خطف. أنت لما خطفت شفا أخطفك. ليش خطفت شفا؟ لماذا؟ لا 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 لا. نعم أنت تعرف لماذا خطفتها؟ لأنك فعلت شيئا حذرتك منه أن لا تفعل. أنا شو دخلني؟ احنا نحب شفا، لا تخطفيها. لا شفا شو دخلها فينا؟ ايش دخل شفا؟ ايمن لم نقرا التعليمات، يوجد تحذيرات ان لا تتصل بالرقم. هنالك تعليمات، يجب ان لا تتصلوا في الرقم يا الله. ليش اتصلنا؟ ليش؟ ما احنا ما بنعرف. لقد جنيت على نفسك. افصلي ايمن، افصل خلاص. ايوه خليني افصل يا جماعه. فصلت بوجهها، ما بدنا اياها. شو بدنا نعمل يا جماعه؟ طب ليش ما حكينا انتبهوا لا تتصلوا على الرقم؟ ما نبهنا الرجل العجوز. أنا لا اعرف. يا الله يا جماعه اعملوا لايكات للفيديو عشان. نعم. هل يريد ان نكتشف المفاجاه؟ لا اعلم صراحه. شو رايك يا رحمه؟ لازم ايمن الكل يعمل لايك عشان ننقذ شفا. نعم بليز الكل يعمل لايك، لازم ننقذ شفا يا جماعه. يا الله واجب ان نحضر البطاريات الخاصه والسريه الذي يوجد فيها المعلومات. هذا المصباح، مصباح فيه معلومات سرية يا جماعة. لا ما راح أرجعه للعجوز، لازم نكتشف سره. لازم نجيب له البطارية. أنا خايفة جدا. وأنا خايف كثير يا جماعة. اعملوا لايكات كثير واكتبوا الله يحميكي يا شفا. ولازم ننقذ شفا يا جماعة. إحنا وهاجي واجي ورحمة وماشا البيضاء. طبعا ماشا اليوم ماشا، إيش هذا اللي لابسيته؟ سبونج بوب شرير يا أنا هسه اكتشفت. أهداها إياه سبونج بوب الشرير. اطلعوا. واو. طيب لأنه شهر رمضان الكريم. نعم لأنه بشهر رمضان بيصيروا الأشرار طيبين يا جماعة. يا الله. إلا جراني طبيعي وخاطفة. جراني خاطفة شفا. أنا مش فاهم شو اللي قاعد يصير. يلا يا جماعة خلص أنا لازم أروح هسه نروح ندور على الشفا. وأول ما نشوف يعني أول ما نلاقيها راح نخبركم إن شاء الله. لا تنسوا تعملوا لايكات كثير عشان ننقذ شفا. يلا ماشي يا جماعة، باي. سلام.